السلام عليكم ورحمة الله. كيف تدرب نفسك على محبة الله سبحانه وتعالى؟ قد يبدو هذا السؤال غريبا، هل نحتاج أن ندرب أنفسنا ونتعلم كيف نحب الله؟ طيب هل الله يحبني؟ هل الله طلب مني أن أحبه؟ الحقيقة أيها الأحبة، نحن كل يوم ندرب أنفسنا على حب المال، حب النساء، حب التجارة، حب الثروة، حب السهرات والرحلات واللهو والعبث والكثير من الأشياء. كل يوم ندرب أنفسنا على حب هذه الأشياء، وهي كلها ستزول مع زوال هذه الدنيا ولن يبقى شيء، لأن الله تبارك وتعالى يقول عن الأرض: كل من عليها فان، كل من عليها سيفنى ويبلى، والأرض ستدمر تماما يوم القيامة. كل ما تراه من بناء، كل ما تراه من حضارة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. الكون كله سيدمر ويطوى كما بدأه الله، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. فهذا الكون إلى زوال. لذلك أي إنسان يعمل من أجل هذا الكون فقط، إذن هو إنسان ظلم نفسه. يجب أن تعمل للدنيا وللآخرة. لذلك الدنيا والآخرة في القرآن، هاتان الكلمتان وردتا في القرآن. الدنيا ذكرت 115 مرة، الآخرة نفس العدد 115 مرة، ليقول لك كن متوازنا بين طلب الدنيا والآخرة، فلا تجعل الدنيا تطغى على طلب الآخرة. لذلك من أكثر أدعية النبي والدعاء الجامع حقيقة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب إذن هل الله طلب منا أن نحبه؟ نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الذي يسعى الكثيرون لتشويه صورته صلى الله عليه وسلم، ولإنكار كلامه، ولإنكار سنته، ولإنكار تعاليمه الرائعة الكنوز. قل يا محمد لهم، قل لهؤلاء الذين يدعون أنهم يحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله، ما هو الشرط؟ فاتبعوني، اتبعوا النبي، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن شرط لكي تكسب محبة الله أن تتبع النبي، دون هذا الشرط لن تحصل على شيء، ستضيع. واتباع النبي هو اتباع للقرآن بالنتيجة، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي وصلتنا لا يمكن أن تتصادم مع القرآن أبدا، بل هي تبين وتشرح القرآن. يعني مثلا الله تعالى يقول في كتابه العظيم: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. النبي فسر هذا الكلام بعدد كبير من الأحاديث. مثلا قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا أحد مفاتيح القول الحسن. إذا كان عندك كلمة سيئة أصمت، لا تتكلم، فقط تكلم بالكلمة الطيبة.
حديث آخر يشرح لنا هذه الآية: والكلمة الطيبة صدقة. يعني وضحت لنا ما معنى وقولوا للناس حسنا. طيب ماذا أستفيد إذا قلت للناس حسنا؟ هل مجرد أنني أستجيب لأمر الله وأنجو من عذاب الله فقط؟ بالإضافة لذلك قال لك: هذا الكلام الحسن الطيب هو صدقة لك تأخذ عليها أجرا. إذن لا يوجد تناقض بين كلام النبي والقرآن، بل هو يشرح ويوضح ويبين ما نزل إلينا، هو يبين لنا صلى الله عليه وسلم. طيب هل الله يطلب مني أن أحبه؟ هل الله يريدني أن أحبه؟ قال سبحانه وتعالى: يحبهم ويحبونه. فلا بد أن تكون حتى بين البشر المحبة متبادلة. فإذا أحبك الله فهذا يعني أنك تحب الله سبحانه وتعالى بالنتيجة يعني. فأنا حتى أكسب محبة الله يجب أن أبحث عن الأشياء التي ترضي الله عز وجل. حتى أحب الله أنا يجب أن أتفكر في أسماء الله الحسنى وصفاته وقدرته عز وجل. لماذا خلقني؟ لماذا أمرني بالصلاة والزكاة والصيام؟ لماذا أرسل لي النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ 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 تساؤلات كثيرة جدا. أول شيء أخي الحبيب يجب أن تدرب نفسك عليه أن تعتقد حتى تحب الله، لأن الإنسان إذا أحب أن يحب إنسان مثله يجب أن يرى منه أشياء تحببه بهذا الإنسان. يعني أنت قد يكون لك صديق خليل تخلو به، أسرارك عنده وتفرح برؤيته وتسهر معه ويعني أحاديث وأعمال وكذا. طيب لماذا أنت أحببت هذا بالذات؟ لأنك وجدت فيه خصائص أعجبتك، لمست فيه مثلا الصدق الإخلاص، لمست فيه حب الخير، لمست فيه أشياء أنت تحبها تميل إليها. طيب يجب أن ندرك من هو الله حتى نحبه سبحانه وتعالى. فما دمت تعتقد أن الله بعيد عنك وأن الله خلقك فقط لتنفذ الأوامر افعل ولا تفعل، يعني أنا ضد هذه القاعدة تماما، افعل ولا تفعل هكذا من دون تفكير. في الإسلام لا يوجد شيء من دون تفكير، كل أوامر القرآن فيها حكمة ويجب أن تفكر فيها ويجب أن تستنبط الحكمة منها، وكل الأوامر التي أمرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام فيها حكمة أيضا. فأول خطوة لتحب الله عز وجل أن تعتقد أن الله خلقك لأنه يحبك، وإلا لماذا خلقني هذا الملك سبحانه وتعالى؟ طيب الله خلق الناس وخلق سيدنا آدم، فأول شيء يعني أمر به الخالق عز وجل، أول شيء أسجد له الملائكة، ملائكة الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، حملة العرش، هؤلاء الملائكة الكرام العظام، هذه المخلوقات العظيمة الكريمة التي هي رحمة لنا أيضا. الله عندما خلق أبانا آدم أمر الملائكة أن يسجدوا لسيدنا آدم، وهذا تكريم لك أخي الحبيب لأنك أنت من ذرية آدم، أنت ابن آدم، فيجب أن تشعر بقيمتك عند الله، تشعر أنني أنا مهم، أنا إنسان مكرم
لدرجة أن الله أمر الملائكة الأطهار الذين لم يرتكبوا معصية في حياتهم، أمرهم بالسجود لآدم سجود تكريم وسجود يعني تعظيم لهذا المخلوق الجديد. طبعا إبليس رفض السجود لأنه مخلوق خبيث. فالله عز وجل بعد أن أسجد الملائكة لسيدنا آدم، هذا التكريم الأول. التكريم الثاني أسكنه في الجنة، وضعه في الجنة، لم يضعه في النار. لاحظ، أول شيء أسجد، يعني اعتبر هذه الأمور هي تكريم لك أخي الحبيب. ما أنا أبي هو آدم، كلكم لآدم وآدم من تراب. أسجد الله الملائكة لأبيك آدم، رقم واحد. اثنين، أسكنه في الجنة لا تظمأ فيها ولا تضحى، وأنك لا تجوع فيها ولا تعرى، يعني وفيها خيرات ونعيم وأنهار، وفيها لا يوجد فيها عطش، لا يوجد فيها شمس، مواصفات مثالية في الجنة. الشيء الثالث، عندما عصى آدم ربه فغوى، أكرمه الله وغفر له. طب كل هذا دليل محبة الله لآدم ولذريتهم بعده. يعني هذا رد على الملحدين، يقولون الله يستمتع بتعذيب الناس، خلقهم ليعذبوا. ما هذا الكلام يا أخي؟ اقرأوا القرآن. الله قادر أن يخلق مخلوقات ويعذبها، ولكن الله بحاجة لذلك؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طيب، التكريم الرابع لنا أيها الأحبة أن الله أرسل لنا الأنبياء، لم يتركنا في بلاء هذه الدنيا واختبار هذه الدنيا. الله أخبرك بالإجابة الصحيحة. كل جامعات العالم ومدارس العالم عندما تتقدم لامتحان يضع لك إجابة صحيحة وثلاث أو أربع إجابات خاطئة ليضللك أو ليختبر قدرتك على الحفظ والتمييز بين الصح والخطأ، ولكن الله لم يفعل ذلك. الله منذ البداية قال لك هذه الإجابة الصحيحة، هذا هو طريق الجنة، وهذه هي الإجابة الخاطئة التي ستصل في نهايتها إلى النار، في نهاية هذا الطريق إلى حفرة من حفر النار. طيب هذا الإنسان بغبائه يترك طريق الجنة ويسلك طريق النار، هل الله ظلمه؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، بالمنطق يعني. يعني أنت جئت بطالب لتختبره بالمنطق، وقلت له هذه هي الإجابة الصحيحة، ويسرت له ذلك، وقلت له هذه هي الإجابة الخاطئة، ووضعت له عراقيل، لأن المعصية تحتاج لدفع المال، تحتاج لبذل التعب وللتخطيط. يعني إنسان يريد أن يزني بامرأة يحتاج أن يدفع المال، أن يخطط، أن يكذب، كذا كذا. بينما الإجابة الصحيحة وهي الحسنات لا تحتاج لشيء. الصلاة ليس لها تكلفة، الصيام ليس له تكلفة، الكلمة الطيبة مجانا أنت تقولها، لا تحتاج لجهد حتى. الصدق لا يحتاج لجهد. فلذلك أخي الحبيب، هنا تخيل أن الأستاذ جاء بالطلاب وقال لهم هذه الإجابة الصحيحة وهذه الإجابة الخاطئة. بعض الطلاب أصر أن يكتب الإجابة الخاطئة، وكانت النتيجة أنه رسب في الامتحان. طيب هل نلوم الأستاذ أم نلوم الطالب؟ هذا مثال بسيط جدا يعني. طيب الله أخبرك، قال لك هذا هو الطريق الصحيح، وأرسل لك الأنبياء ليعلموك
أعمال البر وكيف تطيع الله وكيف تنجو من عذاب الله وكيف تقي نفسك من الذنوب والمعاصي والأخطاء والمهالك. هذا إكرام لك أنه أرسل لك الأنبياء. ومن إكرام الله لنا الآن أنه حفظ كتابه من التحريف. تخيل لو كان القرآن محرف فيه خزعبلات وأساطير، ما هو مصيري ومصيرك اليوم؟ كيف سنتعامل مع كتاب محرف؟ سنتجه قطعا إلى الإلحاد. فمن رحمة الله بنا أنه أولا أنزل علينا هذا الكتاب رحمة لنا وبشرى لنا، ليبشرنا بالجنة، يبشرنا بالحياة المطمئنة في الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا. وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. إذن أنت ستكون مطمئنا في الدنيا فرحا في الآخرة. فمن رحمة الله أنه أنزل علينا هذا الكتاب ليطهرنا به بتعاليمه، حذرنا من الخمر لأنه يهلك الإنسان ويسبب العنف الأسري والسرطان والأمراض وغير ذلك، حذرنا من الزنا والفواحش ليقينا شر هذه الأمراض وشر المشاكل النفسية، أمرنا بالكلمة الطيبة، بالصدقة، بالزكاة، بالفعل الخير، كل شيء فيه خير أمرك به، وبينه لنا. هذا رحمة وكرم من الله. طيب كيف لا أحب هذا الإله العظيم عندما أدرك هذه الأنواع من التكريم؟ سجود الملائكة لسيدنا آدم، وأنا ابن آدم عليه السلام وأنت كذلك، إسكان سيدنا آدم الجنة، وهذه الجنة وعدنا بها يوم القيامة إن شاء الله نكون جميعا فيها، وغفر لسيدنا آدم، والله يقول وإني لغفار، صيغة مبالغة يعني كثير المغفرة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم من كرم الله بنا وعلينا أنه أرسل لنا الرسل وأنزل لنا الكتب السماوية وآخرها القرآن. 5-6 أنه كرمنا بحفظ القرآن لكي لا نبقى محتارين. وأخيرا الله عز وجل تعهد أن كل من لا يشرك به يمكن أن تمحى ذنوبه كاملة. يعني الشرط الوحيد لمغفرة ذنوبك كاملة وإن كانت مثل زبد البحر هي عدم الشرك بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإلحاد أيها الأحبة هو أخطر مرض وأسوأ شيء يمكن أن يتجه له الإنسان، لأن الإلحاد هو طريق نهايته اليأس من الله تبارك وتعالى. لذلك أخي الحبيب، عندما تدرك أن الله كرمك وقال لك ولقد كرمنا بني آدم، هذه الآية تخاطبني وتخاطبك، يعني رجاء لا تقرأ القرآن وأنت تظن أنه يخاطب أناس في المريخ، لا، هو لك ولي. عندما تقرأ في سورة الإسراء ولقد كرمنا بني آدم، افتح أذنيك واعتبر أن الخطاب لك. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. انظر إلى التفضيل، نعمة اللباس هذه. هل رأيت حيوان يخترع لباسا؟ نعمة الطعام، هل رأيت حيوان يطهو يتفنن في طهي الطعام مثلا؟ نعمة الكلام، هل رأيت حيوانا يتكلم؟ مثل نعمة الإبداع، نعمة الاختراع، هذه الرفاهية التي
أكرمك الله بها، كل هذا تكريم لك أخي الحبيب، يستحق هذا الإله أن تحمده. لذلك أول آية بعد بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن ما هي؟ الحمد لله رب العالمين. فعندما تدرك هذا التكريم سوف تتذوق وتدرب نفسك وتشعر بمحبة الله، وأنك تحب هذا الإله، وتزيد هذه المحبة كلما تقربت منه أكثر، لأنه هو يحبك كما قال تعالى يحبهم ويحبونه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.